السلام عليكم، معكم لاجونس نزارة بين العقار. ذي النظام نهار قا نغذي العراسي سنترو النظام اليوم ديج نتا دات تمنزا الدوزيام ايطاج توغا نساسي تقبر سجن الثمن رخو قاضي سجن التخفيض يم غادي الثمن سويني وني غير جا الغرض دي سغشان تا دات ذي العراسي تيري ثوذ سي كوشي هادي تفا فيديو رانكا باش ديك المعلومات مرة. أول حاجة تداه النقطة تانية تتمشنا ذي السفلي تنين ايطاج سنج المساحة نس ذي ثمواث سوادي 110 متر سنج قد تيش 120 متر غاس إجن فاتشادة محفظة سواد ديمش توارم غاس إجن الاسباس ماني جد دخل الدروج غان غداني تاتي الجاراج ما شاء الله ضم قران إتاوي إجن كوزينة ذا طمزيانت الجاراج قيم غا ما شاء الله على حساب عبعان عن طموبينات غاس ثنين انطورة غاس تجيجو مشان يوذسي كوشي مارا من غير حداجد دي الاحتياجات نش اليومية أقضاك دي نيوذس مينوت ثنين مينوت ثلاثة مينوت كوشي يوذسيش برومير ايطاج دواني تتبع ذات الداف التوتال سكوشي دي صعب عن بيوت ثلاثة صالونان ثلاثة كوزينات اثنين دوتشاث ايطاج مزوار من تاث ذا غان غيجو مست الدار دام قران دي صالون جي غان صالون داني تتيم غا ما شاء الله ركازي غفات شادا اثنين بيوت النغني داني تتي دي بروميان حتى نيني غاس ركازي غفات شادا يعني داني تتي نسور خيجن فات شادا تام قران تبارك الله ثلاثة ركوازي غبارة ربيوت دو صالون تغيمة كوزينة غاس طواف غار باتيو كور ايطاج ديس كوزينة تنين بيوت الصالون در حمام ذو وسط الدار كور ايطاج حتى دوزيام ايطاج ديس الصالون بعدا تنين بيوت كوزينة النس در حمام ربيوت مش توارا ما شاء الله ربيوت ذي مقران مساحة سنتم قرانت كسير مايو قامت غيمة تسعاد امشاني الصباح كالم امشنا يوثي كوشي شو غض نس كوشي على رجلا غاس المحافظة النس الدوزيام ايطاج ديال العراسي سويني وذاني غير جا الغرض اتصغن تداثا وزرين الاشهارة وذا عجباسن تداثا لكن اتصل ندير نمرو 0744017000 اذا كما قلنا لكم اليوم احنا كنتواجدو في حي العراسي في مدينة الناظور جبنا لكم العرض ديال واحد المنزل كيتباع في العراسي ديال دوزيام ايطاج مساحة 110 متر كاري في التيتر في المحافظة الفوق كيعطينا 120 متر كاري كما قلنا لكم السفلي كاين فيه كراج كبير على حساب 4 ديال السيارات عنده جوج ديال البيبان كاين فيه واحد الكوزينة صغيرة كاين عندنا البرومير ايطاج اللي هو هذا فيه المطبخ اللي احنا فيه دابا الشرجم عفوا عنده الباب على لاكور كاين عندنا وسط الدار كبير فيه صالة مونجي صالون وجوج البيوت والحمام وعندنا في الدوزيام ايطاج نفس الشيء تقريبا كوزينة صالون جوج البيوت والحمام وواحد وسط الدار يعني كل طابق كاين فيه الحمام ديالو البيوت الصالون والكوزينة الدار جاية في واحد الموقع ممتاز قريب على كل شيء كاع الحاجة اللي بغيتيها قريب عليك دقيقة جوج دقائق حتى ثلاثة دقائق كل شيء كاين حداك المحلات التجارية كاين حداك ترونسبور دقيقة أي حاجة بغيتيها المهم كاينة قريبة عليك هذا دوزيام ايطاج على كما كتشوفوا هنا حتى هو بالصالون ديالو بالبيوس ديالو بكل شيء 110 متر كما قلنا محفظه كان حطيناها قبل بواحد الثمن دابا راه هبطت في الثمن بزاف الوغ الناس اللي عندهم الغرض يشريوا دار في العراسي وقريبه من كل شيء ودوزيام ايطاج محفظه ما تفلتش هذه الفرصه هذه واتصل بينا على الرقم ديالنا 06 44 01 70 00 حتى انت الى عندك شي عقار باغي تبيعه دير له التقييم اتصل بينا او الا بغيتي دير الاشهار نشرحه لكم هو كنجيو كنصوروا العقار اللي عندكم كنعطيو المعلومات كاملين في الفيديو ولكن الرقم كنديروا الرقم ديالكم نتوما يعني نتوما اللي كتبيعوا مباشره فالا بغيتي شي خدمه من هذه الخدمات ديالنا ما عليك الا اتصل بينا على الرقم ديالنا كنخليه لكم دائما اسفل الشاشه ديال الفيديو اذا شفنا تدفخ الثاني تاتي كلشي باين واضح المعلومات قان كشاوم ثن 110 متر دوزيام ايطاج ديال العراسي 4 بيوت 3 صالون 2 حمامات الكراج دوم قرا على حساب 4 طوموبيلات 3 كوزينات واللي خصنا ديك في الزيغ هذا سي زدغ موقع الحاله نص الصباح واللي خصنا في عذر خاصي غاسطا شويه ديك شان حاجه الصباح دو لوكس ني غوني خصنا في كير شرق غاك ديني 2 لي زابارتومون غاك الكراج سوادي بالنسبه للثمن ديال البيع الثمن ديالها 150 مليون سنتيم حتى
الثمن ديال هاد الدار هادي 150 مليون سنتيم. الناس اللي عندهم الغرض يتصلوا بينا. حنا راه وصلنا للخر الفيديو ديالنا، نشوفكم في فيديو جديد مع عرض جديد، ومن هنا حتى تما كنقول لكم كما العاده الله يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.